في دولة في إسرائيل. لا، إسرائيل مش دولة أبارتهايد. إسرائيل مش دولة أبارتهايد، وكل إنسان بيحكي هيك يستحي على نفسه انه بحكي، انه بحكي انتوا عايشين بهاي الدوله، معاكم هويات زرقاء، بتشتغلوا، بتعطوا ارائكم، بتحكوا، بتتعلموا، بتدرسوا، بتصيروا معلمين، بتصيروا محاماه، انتوا بتقودوا اجيال، وعايشين في دوله اللي بنحترمتكم. سوريا، العراق، مصر، الدول العربيه كلها شو عامله لبلادها؟ افهم منك ايش اسرائيل؟ ما في اسرائيل دوله ديمقراطيه. هاي مكتوب في وثيقة الاستقلال انه اسرائيل دولة ديمقراطية فيها اقليات، اقليات عرب مسلمين، اقليات عرب دروز، اقليات والى اخره، وبتشبع. شو معنات دولة ديمقراطية؟ دولة ديمقراطية انها هاي الدولة بتحترم شعبها، بتحترم الناس اللي عايشة فيها، بتعطيهم حق انهم يمارسوا دياناتهم، بتعطيهم حق انه يتعلموا، انه يشتغلوا، انه ينتخبوا، انه يصيروا قضاة ومحاميين واعضاء كنيسة ويتحدثون في البرلمان عن كل ما هم، ويعطيك حق الحرية وين موجودة هاي؟ اسرائيل والله دولة ديمقراطية، كيف؟ انها هاي الدولة معطيتك بلاتفورم تحكي فيها انت كإعلام اليوم. اللي بروسيا مش معتية أي إعلام يحكي ضدها أو يحكي ضد الحكم، هاي اسمها دولة ديمقراطية. إنه أنا اليوم كديمة ممكن إنه أشتغل بأي شغل بناسب شو أنا عملت بحياتي، الشغل يعني الأماكن اللي متاح فيها إني أنا أشتغل ممكن لأي عربي يفوت عليها ويشتغل زي أي يهودي. أنا بتمنى لكل الدول أو المواطنين العرب أو المجتمعات العربية بتمنى لها دولة ديمقراطية مثل دولة إسرائيل. أنت شو بتعرفي حالي؟ أنا بعرف حالي عربية مسلمة، أحمل الجنسية الإسرائيلية، أفتخر في نفسي وفي ديني، وأفتخر إني عايش بدولة بتحترمني وبتعطيني حقوقي وبتسمح لي. إيش الحقوق اللي أنا أخذتها؟ إيش الحقوق اللي أنت ماخذها؟ اسمع عفدانك، أنت قاعد عندك الحق إنك تبدي رأيك. شو أنا بمثل؟ كمان مرة، أنا ما بخصني بالسياسة ولا بخصني في أي حزب. أنا بخصني اليوم بواقعنا، إني أنا أشوف الحقيقة، الحقيقة اللي شاءوا أم أباؤوا إحنا بدنا نشوفها. ياريت نبدأ نتطلع على الأمور المنيحة اللي موجودة بهاي الدولة، ياريت نبدأ نتعايش، ياريت نبدأ نحب بعض. فش احتلال بإسرائيل كمان؟ لا، ما في. أنا بعتبر أنا مش عايشة في احتلال في دولة إسرائيل. أوكي. أنا يحق لإلي كثير حقوق ديمقراطية، بتمنى نبدأ نتعايش ونبدأ نتقدم ونبدأ نرتقي بحديثنا وبتعليقاتنا، ونبدأ نسعى لإنه ننجح ونفتح عينينا إنه إحنا عايشين بدولة ديمقراطية بتحترم شعبها وبتعطيه وبتسنح له كثير حقوق. وأنا أمثل نفسي كأقلية في دولة إسرائيل ولست سياسية أبدا. أنا أفتخر أني أوقف وأحكي عن دولة إسرائيل وأني أنا جزء لا يتجزأ منها. أتمنى لكل الدول العربية أنها تتبنى نظام ديمقراطي مثل دولة إسرائيل. وبدي أحيطك علما أنه أكثر من 90% مش 50% من الفلسطينيين ومن غزة بتمنوا لو إنهم هم عايشين تحت هذا النظام.